تمام، كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام. حضرة عندك كبرى تزدهي، أمنا فيها يرى حتى الحمام. زمر الأملاك تهوي سجدا في ثراها لصلاة أو صيام. أثرت دون السماء فيها المقام، كاظم الغيظ سلاما يا إمام. أمرت صرحك أملاك السماء وأيادي العاملين الشرفاء، ولذا صحنك أمسى مفخرا أرضنا قد فخرت فيه السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، ونحن وإياكم في لقاء متجدد من برنامج ضيوف الجوادين صلوات الله وسلامه عليهما. من هنا من بغداد الإمامين الكاظمين الهمامين الجوادين سلام الله عليهما لا غيرهما، من هنا نحن وإياكم في هذا العمل المشترك بين الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة قناة كربلاء الفضائية والأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة. كل الشكر والتقدير والامتنان لكل من هو معنا من أجل تقديم هذه الخدمة لكم إخوتي أخواتي. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. صدق الله العلي العظيم. بقيد هذه المكنة التي إن شاء الله هي من فضل الله تبارك وتعالى علينا، نحن وإياكم في محبة ووئام حبا بالجوادين سلام الله عليهما. الخادم حسين العسكري من منطقة حي العامل محافظة بغداد. خادمكم أبو أحمد الخزعلي من محافظة البصرة. علي خليل إبراهيم من أهالي شعلة الصدرين. مصطفى عباس من محافظة كركوك. إذن مشاهدينا الكرام، لا زالت هذه الحلقة مستمرة من قناتكم قناة كربلاء الفضائية من برنامج ضيوف الجوادين. طبعا حوارنا هو مع خدام وزوار وضيوف في هذه العتبة المباركة ضمن محور هذه الحلقة الذي هو الأخوة والأخوة الحقيقية، إذ أن الإمام الجواد سلام الله عليه يشير إلى أن إخوان الثقة ذخائر بعضهم لبعض في أكثر من مكان. حياكم الله مرة. حياكم الله أستاذ علي الطيب. الله يبارك فيكم، زيارة مقبولة وخدمة مقبولة إن شاء الله. الجمع بين الخدمة والزيارة، تعني لك الخدمة بعد؟ يعني هذا شرف لا يناله إلا ذو حظ عظيم، أنه أنت تكون خادم في بيت من بيوت الأئمة عليهم السلام، وبذلك تكون أيضا خادم لزوارهم. فهذا شرف بحد ذاته ونعمة فضيلة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الخدمة اليوم مرتبطة خدمتك الشخصية بهذا الكتاب الكريم، بالقرآن الكريم. أي نعم. شنو يعني لك هذا الكتاب بكل موجوداته وبوجوده المبارك في العتبة الكاظمية المقدسة؟ كتاب الله هو نور ورحمة وبركة. طبعا هذا أنا أعتبره دستور كامل لحياتي، يعلمني شلون أمشي، شلون أقعد، شلون أكل، شلون أسولف، شلون أشتغل، شلون أعمل، شلون أتعبد. فمن أراد النجاة من هذه الدنيا فعليه بالقرآن. أنا عندي إشادة قبل أن أنتقل إلى محور الحلقة. نعم. هذا اللي نشوفه بين يدينا حتى الأخوة المشاهدين، كتاب مجلد بهذا اللون الراقي، بهذا الشكل، بهذه الطباعة، كتاب الله تبارك وتعالى. تجليد. نعم. هو هذا اللي أردت به. هو من ضمن عملنا. أحسنتم. تجليد هذا هو والنظافة والترتيب. كان أمل لأجدادنا وآبائنا، وتحقق على إيد هذا الجيل الطيب، إنه تكون عندنا خدمة للإمامين الجوادين بكتاب قرآن كريم وبكتب أخرى مجلدة منمقة محفوظة بطريقة صحيحة سليمة، المنظر راقي للعين. جيد. هذا كان أمل وحلم يتحقق الآن على إيد الخدام، فهذه نعمة الحمد لله بحد ذاتها دائمة. هذه الخدمة حققت لك أشياء. أول ما حققت لك
كسبتك مجموعة من الإخوان، والإمام الجواد يشير إلى الأخوة. أي نعم. احكي لي على أخوة العمل هنا في العتبة الكاظمية. شوف، هو أهم نقطة بأخوة العمل بالعتبة تلقى هو الإيثار. الإيثار، شوف دائما كل شخص يآثر على نفسه في سبيل أنه يخلي الخادم يكون في أفضل حال. نعم. في أفضل ما يمكن أن يكون. جيد. فتشوف دائما روح الأخوة والتعاون، المحبة، السلام، الكذا، أي تجمع تحت راية الإمامين الهمامين عليهم السلام. جيد. منو أقرب الإخوان لك؟ تقدر تشخص أحد؟ والله هم يعني إحنا القراء والمكتبة أغلبهم دائما يعني سفرتنا سوية. إحنا نقدر نروح وياك هسه المكان العمل والتجديد؟ مكان لا، يكون خارج اللي هو بالمركز القرآن الكريم اللي قريب على نهر دجلة. أحسنت. هناك الواقع. هناك مركز خاص. نعم. بالنشاطات القرآنية. كل دروس القرآنية وأصنافه، التفسير، الحفظ، طبعاً كلا الجنسين وجميع الأعمار متوفرة، بالإضافة إلى أن وحدة التجليد متوفرة هناك بالمركز اللي هي الغرفة الفوق، صارت مخزن جوا. آه جيد. يعني شون هو السرداب تكون. نعم. متوفرة به جميع ما يحتاجه الكتاب حتى يكون بهاي الصورة الجميلة. نرجع لموضوع الحلقة اللي هو الأخوة. أنا أشوفك نعم. اليوم من خلال تشرفي بمعرفتك ومعرفة طيب. كل الأخوة الأفاضل، نشوف اليوم أنه الخادم وصل إلى مرحلة أنه هو أخ الزار حقا قلبا وقالبا بكل شرط، يعني بكل شروطها. هذا شنو يعني لك اليوم؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة بحد ذاته. نعم. فأنت اليوم يعني تشوف الزاير أحيانا يكون مثلا تعبان بسبب ظروف الجوية، تعبان صحيا، حلوة من أنت تكون سند إليه وتعاونه في تعبد وبزيارة الإمامين، وهذا ما يطمح إليه المعصوم. لذلك يعني هواي من الأئمة عليهم السلام يوضحون على أنه لازم تكون إيد وحدة، اجتماع على القلوب، ألفة، محبة، مودة، حتى هاي الأمور يعني إحنا إن شاء الله ننال بها رضا المعصوم عليه السلام. من الناس تتمنى يكون وياك موجود الآن في الخدمة من الأحياء والأموات؟ والله يعني أكيد أنا أتمنى يعني ابني يكون وياي إن شاء الله. شنو اسمه؟ محمد رضا. الإمام محمد رضا إن شاء الله. الله يسلمك بالخير. الله يحفظك. كلمة توجهها لشخص بعيد عن العواق، بعيد عن العتبة الكاظمية، تتمنى له أن يكون زائر بشكل طبيعي. والله أنا أوجه رسالة إلى جميع شيعة أمير المؤمنين في الخارج، وأزور لهم إن شاء الله تعالى يوميا بالإنابة، وأدعو لهم بأن الله سبحانه وتعالى يوفر لهم السبيل لزيارة الأئمة المعصومين عليهم بالعراق. من ضيف وخادم في نفس الوقت، أنت في ضيافتهم رغم أنك خادم لهم، خادم لزوارهم. نستمع إلى آية محببة إلى قلبك بالقراءة التي تحبها، مهداة إلى مولاتي فاطمة المعصومة قرة عين الإمام الكاظم سلام صلوات الله تعالى عليه. إن شاء الله نقرأ هذه الآية اللي هي بها ذكر الإمامين عليهم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. احسنت. نسأل من الله تعالى ان نكون معا من المحسنين. وهذه الاضافه التي قدمها جنابك الكريم اضافه كانت لطيفه في هذه الحلقه. السلام علي العزيز. اضافه الخادم الزائر الضيف في نفس الوقت. شكرا جزيلا. بسم الله تعالى القبول ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم هذه الحلقه من برنامج ضيوف الجوادين. هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواد، أزلفت للمؤمنين المتقين، فادخلوها بسلام آمنين.
جنة موسى والجواد. نحن وإياكم أخوتي أخواتي في مائدة خدمة ضيوف الإمامين الكاظمين الجوادين سلام الله عليهما، ونلتقي بضيف آخر يحل علينا حاملا عبق محبة الإمامين الكاظمين سلام الله عليهما. حياكم الله شيخ. حياكم الله. الله يبارك فيك. الله وبركاته. حياكم الله. وفقين لكل خير بحق محمد. الله وأنتم كذلك. الله وفقكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ويرحقكم ويلحقكم في ركب محمد وآل محمد. كل زيارة هي كرامة. بلي. وكل كرامة لها قصة، أسباب ومسببات. بلي. حسب اعتقادكم الآن الكرامة اللي إحنا بيها شو قد قيمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى؟ أنه إحنا اليوم يعني في هذا اللي ممكنة الزيارة، الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. حقيقة الزيارة للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه والإمام الجواد يقصدها المؤمنون من بعيد وقريب، وذلك لقضاء حوائجهم، ولذلك لسم الإمام لقب بباب الحوائج، لأن ما قصده قاصد إلا وقضى الله حاجته. وقد في هذا اليوم تحققت كذلك أمنية كنت طالبها من الله عز وجل بواسطة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. من مدة طويلة كنتم تطلبون هذه الأمنية؟ اللحاح كان بين فترتين، يعني مرحلتين. في المرحلة الأولى كان الطلب من الإمام بأنه توسلت بالإمام أن يكون لي وجيه عند الله بقضاء هذه الحاجة. نعم. وفي هذا اليوم قصدت الإمام وقضيت الحاجة بواسطة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. سلام الله يعني. وهو باب الحوائج الذي هنيئاً. يعني ما طرق بابه ورد سائل أن يسأله بحاجة إلا وكانت وجاهله عند الله بتحقيق مراده. أحسنتم. أحسنتم. هذه الحاجة التي قضيت هي كرامة بحد ذاتها. وجودنا الآن هو كرامة من الله تبارك وتعالى قد أغدقها علينا، لو صح التعبير. أريد أن أعود وإياكم إلى قصة الزيارة الأولى، أول زيارة في تاريخكم وأنتم كنتم صغار في العمر. تذكر منها شيء؟ صوت، عطر، طعم حلوى، شخص واجهته من الخدام؟ حقيقة أول زيارة كانت لي في أعتقد بداية الثمانينات. جئت وزرت الإمام موسى كاظم عليه السلام وبصحبة والدتي رحمه الله تعالى. رحمه الله. فكانت تلقب الإمام سلام الله عليه أبو طلبة، وهذه اللهجة الدارجة منبعثة من السجية الصافية. فهذه كانت الزيارة في مقدمة عمري وفي بداية عمري على ما أعتقد في سن 7 من عمري. ما شاء الله. بلي. وأعتقد بأنه اقتبست من هذا نورا، لربما كان هو هذا النور معزز لي أن أكمل باقي مسيرة حياتي أن أكون متمسكة بالإمام سلام الله عليه، بأنه أي حاجة تكون عندي مقلقة أو حاجة تصعب علي أن بالمسببات أن ألتجئ إلى الإمام. فحينما ألتجئ إلى الإمام سلام الله عليه أرى بأن الحاجة رأساً أنه يقضيها الله عز وجل، لأنه بوجاهة هو عند الإمام. في طريق الخدمة والعشق للإمامين الكاظمين تتحقق مجموعة من التفاصيل، من ضمنها أن الإنسان يكسب إخوان. بلي. أنا بيني ما بين الله اليوم عندما أتشرف بمقدمكم المبارك، أتشرف بكم كأخ كبير بيني ما بين الله كما أتشرف ببقية الضيوف. بلاكس. مكسب الأخوان هو بحد ذاته مغنم في هذه الدنيا، والإمام الجواد سلام الله عليه يشير في أكثر من رواية لأن الإخوان ذخائر بعضها لبعض في مضمون الرواية. من هو أهم الأخوان في حياتك الذي تتمنى أن يكون بيننا الآن في هذه الزيارة، من الأحياء أو الأموات؟ والله حقيقة هذا السؤال صعب ومحرج، بس أنا ولكن أتمنى أن يكون معي في هذه الزيارة هو يعني أخلي بس، ولكن أتمنى أن يكون يعني أخي أبو عباس
حي موجود؟ بلي إن شاء الله. بعيد قريب؟ لا هو قريب ولكن هو ودود وذو قلب طيب ويعفو عن كثير من الأمور التي تحدث بيننا، وهذا هو عنوان الأخوة. أن إنك لا أنا أقصد مكانًا، هو قريب أم بعيد عن العراق؟ لا هو في العراق موجود، في العراق بلي موجود في العراق إن شاء الله. الله يخليك. أنا آسف يعني أثرت الدموع. لا 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 يعني بلاكس. سوء عملي لا لا بلاكس يعني تعالى عبد بطيبة قلبك. أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر في حديث له وقبل لا يخشع وعين لا تدمع. فالإنسان إذا دمعت عينه هاي دلالة على أنه وجود رقة رقة القلب، والبعض يستعيب عليها لا يقول بالعكس. إنها ضعف لا بالعكس، ولكن ترى بأنه كذلك أنه إنه البكاء على الحسين سلام الله عليه. لا البكاء على الحسين سفر خالد يعني بلي. حتى قوانين هذا هو يندرج كذلك من ضمن مصادقه يعني صحيح. محبة الإخوان وكذا. بالتالي لم نكسب إخوان إلا بحب محمد وآلي محمد حليم. ولم نبتعد عن أصدقاء كانوا في فرضيات الدنيا يجب أن يكونوا إخوانا إلا لأنهم كانوا مبتعدين عن محمد وآلي محمد. تفضلتم كثيرا، شكرا جزيلا. انا عندي تفضل لكم الكلمه، هذا برنامجكم. لا الله يخليك، بس ابيات الامام امير المؤمنين بلي اخو النبي صلى الله عليه واله من تحقق به مصداق الاخوه الحقه بلي. ماكو هنالك بالكون وجدت علاقه اخويه وقال لو انت بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعد بالاخوه. نعم. فلذلك يقول حاشاك أن تسمو إليك سماء يا علي، حاشاك أن تسمو إليك سماء، أنت السماء وما سواك هباء، ومتى يحلق غوك وظماء، فالسر أنت يا علي وغيرك الأسماء، أولست ساقي الحوض أنت وقاسم الجنات والنيران كيف تشاء، يا من بنورك أقامت عالياء، عد نحونا فتشع منك السماء يا علي يا علي يا علي. كثيرا شكرا جزيلا لكم. شكرا سعيد بلقائكم. انا اسعد وانا الله. اشكر اتاحت لي هذه الفرصه. كربلاء كربلاءكم كربلاء للجميع لكل من يحب الحسين سلام. وكذلك اعتبر كذلك هذه من ضمن مصادق ثمره زياره الامام موسى بن جعفر التقي بجنابكم. شكرا وبحضرتكم شيخنا. شكرا جزيلا. اذا اخوتي اخواتي متواصلون معكم هذه الحلقه من برنامج ضيوف الجوادين. مشاهدينا الكرام، أشار الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه إلى معنى قوة الأخوة بين الناس، إذ كان ما مضمون الرواية الإخوان ذخائر بعضهم لبعض، إخوان الحق وإخوان الصدق. نحن وياكم في هذه الحلقة موضوعنا هو عن الإخوان، خصوصا من نكتسبهم إخوانا في أيام الزيارة ومواسم الخدمة والزيارة. نحن وياكم وضيوف جدد من برنامج ضيوف الجوادين من قناتكم قناة كربلاء الفضائية. روضة تحرسها عين السماء، هبطت فيها قلوب الأنبياء، وإذا ما المرء أفضل الدعاء، سوف يأتيه من الله نداء. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أنت في الفردوس لا ذات العماد، هذه جنة موسى والجواد. من جديد عدنا إليكم أخوتي أخواتي، وهذه الحلقة من برنامج ضيوف الجوادين. سلام الله على الإمامين الكاظمين الجوادين، وحيا الله كل ضيوفهم. حياك الله اخوي. حيا الله بيك. زياره مقبوله. رحم الله والديك. الله يبارك فيكم. كلش قد تجي للامامين نزور؟
والله احنا مو سوى حسب عملنا، بس احنا زيارتنا كل اسبوع رسميه. كل اسبوع يعني عندك يوم يعني محدد؟ اكثر شيء السبت. زين يعني تجي جايب اطفالك وياك؟ دائما هم يحبون زياره موسى بن جعفر، بالاخص عن امتنا البقيه ان شاء الله كلهم على راسنا، بس هم يحبون اجواء موسى بن جعفر كودن قريبين. احسنتم. قلت لك بالاخص لان قريب علينا شويه تصير اجواء حلوه ومناسباتها الدينيه كلش حلوه، روعه كانت، غير جو شويه بالزياره. نعم. تفرح يشرح قلوبنا شويه. صحيح. اي وزياره اهل البيت يعني هي نوع من الاخوه، تعلمك الاخوه الابوه يعني الشغلات كلش حلوه. انت بطريقه الزياره تكسب اخوان. انا اليوم هسه من خلال خدمتي بالعتبات روحتي جيتي تقديمي للبرنامج انا اكسب اخوه، انا كسبتك اخ. الله يخليك ان شاء الله شرف ومعرفه. اخ بحياتك يا هو اخوك اللي تحب توجه له تحيه وتقول هذا صدق اخوي. والله مع احترامي للكل طبعا، هم كلهم ان شاء الله على روسنا، بس دائما هو يصير لك اخ، اكو اخ وصديق. جيد. هو ابراهيم ابو شمس يعني شويه ان شاء الله اي شويه يعني من النوع مو مثل اللي يتعصب بسرعه. شنو فرقه عن البقيه؟ انه يعني عنده قدره احتواء، ما يتعصب بسرعه. ما يتعصب ودائما ياخذنا بحب، يعني صداقه مو بس اخوه، معاملته الحلوه، نوعية الشيء بالدين بالهاي يعني يتنوع عنا بهواي شغلات. الدنيا مثل هاي شوي وضعنا مو شيء، هذا وقتنا مو مال واحد ينحرف، انتو كشباب انتو كهيج عليكم زيارة اهل البيت، عليكم بالصلاة بالارتكاز يعني شغلات الدين دائما. جيد. بالتالي اكو عندنا مقاييس وقوانين، الانسان يخاوي اخ وصير له اخ او لا، شنو بنظرك؟ والله هو شوف كل من يعني لا ما يصير زين ويا اخوته هو خسران، لان احنا ناخذ هذا الشيء من اهل البيت. الاخوه ابسط شيء يعني، هم اهل البيت القدموا للعالم الاسلامي هي نبع الاخوه. نعم. وان شاء الله هذا الشيء موجود ما طول هم موجودين. يعني قلت لك شويه تصير الحياه صعبه وبدون الاخ شويه تصير بعد اصعب. نعم. ان شاء الله الاخوه موجوده بوجود اهل البيت، وإن شاء الله يعني الحياة حلوة. أحسنت. ماكو واحد يخسر أخوه على شغلات إن شاء الله. ما أتصور وأخي كراه. منو تتمنى هسه موجود وياك بهاي الزيارة؟ والله هو أبو شمس. شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم. زيارة مقبولة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله دامكم بخير وسلام وبركة. إذا مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم وهذه الحلقة من برنامج ضيوف الجوادين. روضة زينها رب رؤوف، دانيات للملا فيها القطوف، أنبياء الله تأتيها صفوف، وبها الأملاك تسعى وتطوف. صنت يا زائر قدرك ورفعنا لك ذكرك، زرت روضا زينت فيها البلاد، هذه جنة موسى والجواد. من جديد نحن وياكم إخوتي أخواتي وضيف آخر من ضيوف الإمامين الكاظمين الجوادين سلام الله عليهما، حياكم الله. أهلا وسهلا. زيارة مقبولة إن شاء الله. طاب الله أعمالكم. كلش قد تقريبا تجون للإمامين الكاظمين؟ والله يعني كل فرصة، كل أكثر شيء شهرين ثلاثة إن شاء الله تجون. إن شاء الله. ان شاء الله موفقين لكل خير. تذكر اول زياره لك من كنت صغار بالعمر؟ نعم تقريبا كنت 3 سنوات او اقل يعني جاي هنا اول زياره. من بعد هذه الزياره استمرت خدمتك وحبك للامامين الكاظمين سلام الله عليهم؟ يعني احنا الحمد لله والشكر لله يعني، ولو احنا يعني من محافظه كركوك. نعم. بما انه يعني طريقنا شويه مثلا بها خطورات من قبل ايام النظام البائد وبعدها ايام داعش وقبل داعش تنظيم القاعده، بس احنا كنا مستمرين بهذا الزيارات والخدمات وما وقفنا اي داعش ولا قبل داعش ولا النظام البائد. الله يبارك بكم. الحمد لله. بحب اهل البيت نكسب اخوان. بالضبط. زين اخي يلاقيك في موكب، اخي يلاقيك في مكان، اخي يلاقيك في عتبه، الاخوه اللي قدام هنا في هذا المكان، منو اهم الخدام او منو اهم الاخوان في حياتك؟
صادفت هواي مثل هيك مجالات، مثلا اثناء ما خدمنا بالعتبه العباسيه، اثناء ما خدمنا بالعتبه العسكريه، يعني هواي صادفت من اخوه من جنوب العراق ومن وسط العراق، فيعني هواي يعني لحد هسه مثلا صار سنوات من قبل 10 سنوات او اكثر لحد هسه متواصلين باسم الاخوه، اخوه بالخدمه. يعني مع العلم انه احنا من شمال العراق وهو من جنوب العراق، وهذه المسافه وهذا البعد، بس جمعنا اخوتنا بالخدمه وشغلات بعد، مثلا صارت مناسبات وهم اجونا، مثلا مهرجانات، مثلا حتى مناسبات شخصيه. بالضبط بالضبط، عرس، فاتحه، كذا. بالضبط بالضبط. شو توجه رسالة للناس اللي دائما تنشر ثقافة الأخوة بين الناس؟ أكو ناس طيبة مثل وجهك الكريم، مثل الأخوة الخدام والضيوف وفريق برنامج ضيوف الجوادين، يحبون ينشرون مبدأ الأخوة بين الناس، يا بتأخو تحابه. أنا أنطفد مثل إنه بكل أخوتنا، كل أخوتنا نأخذ مثال أول شيء من أمير المؤمنين والنبي محمد صلى الله عليه وآله، وثاني شيء من أبي الفضل العباس والإمام الحسين، هذول أخوتهم يعني مثالية إلى درجة. هذا الشيء يعني نأخذه كعبرة لنا، يعني إحنا الطف مو بس كانت يعني حزن أو مصيبة، يعني انطانا الطف، انطانا الدروس، مثل واحد من الدروس الأخوة، أخوة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس بالحرب وأثناء المبارزة، يعني هذا الشغلات يعني أكبر مثال للأخوة. أحسنتم، الله يبارك بكم، موفقين لكل خير. من تتمنى يكون اليوم ويانا في هذه الزيارة؟ من أخوانك، أخواتك، شخص من الأرحام، حي أو ميت؟ كل أحبابي وكل لم يوصلوا، خاصة عمي وأقربائي بالغربة، أتمنى إن شاء الله قبل اليوم يرجعون للعراق ويتبركون دائما وابدا بالزيارات ان شاء الله. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. الله يحفظكم، تفضلت كثيرا. اذا مشاهدينا الكرام، وتواصلنا معكم هذه الحلقه من برنامج ضيوف الجوادين. الى هنا اخوتي اخواتي، نكون قد انهينا واياكم هذه الحلقه من برنامج ضيوف الجوادين. قدمت بفخر ضمن التعاون بين الامانه العامه للعتبه الحسينيه المقدسه قناه كربلاء الفضائيه والامانه العامه للعتبه الكاظميه المقدسه. كل الشكر والتقدير لكل من ساهم معنا في إنجازها، وسأكون بالنيابة زائرا عنكم لحرم الإمامين الكاظمين سلام الله عليهما وفي ضريحهما الطاهر، في أمان الله. كظم الغيظ سلاما يا إمام، كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام. حضرة عندك كبرى تزدهي، أمنا فيها يرى حتى الحمام، زمر الأملاك تهوي سجدا في ثراها لصلاة أو صيام، أثرت دون السماء فيها المقام، كاظم الغيظ سلاما يا إمام. أمرت صرحك أملاك السماء وأيادي العاملين الشرفاء، ولذا صحنك أمسى مفخرا، أرضنا قد فخرت فيه السماء.